فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعدما تحدث الشيخ رحمه الله عن انقسام العربية نسبا ودارا ولسانا، قال: فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام بن تيمية لا يترك مسألة من المسائل التي يطرقها إلا ويفيض فيها ويبينها ويحللها تحليلا دقيقا. فهو بين لما كان الكتاب يدور على تحريم التشبه بالأعاجم، بين رحمه الله من هم الأعاجم ومن هم العرب بيانا دقيقا. بين أن العرب قد يكونوا عربا باللسان، قد يكونون عربا في الدار، وقد يكونون عربا باللغة، قد يكونون عربا باللسان وقد يكونون عربا بالدار أو بالنسح أو نعم أو عربا بالنسب أو عربا بالنسب. ثلاثة أشياء، أصول العربية تنشأ من ثلاثة أشياء: اللغة، النسب، الدار. العجمية كذلك تكون العجمة بالنسب، قد تكون العجمة في الدار، قد تكون العجمة باللسان. وبين أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير هذه الأمور، فمن كان من بني هاشم فإن له نصيبه من الخمس ولا يعطى من الزكاة ولو صار أعجميا، فلا يعامل معاملة العجم. نعم، بل يبقى له الحكم الشرعي، فيحرم تحرم عليه الزكاة ويعطى من مقابل ذلك، يعطى من الخمس الخمس من خمس الخمس الخمس ولو أنه انتقل من العربية إلى الأعجمية. نعم، وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. نعم، هو كما سبق أن الحكم الشرعي لا يتغير بتغير الأشخاص، بتغير الأشخاص أو تغير اللغة أو تغير الدار. الدار نعم، الحكم الشرعي باق لمن هو في حقه أصلا ينتقل معه. فكما سبق أن الهاشمي الذي هو من بني هاشم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له حكمه من تحريم الصدقة عليه واستحقاقه لخمس الخمس من بيت المال. وكذلك العكس، من كان أعجميا ثم تعرب فيبقى له حكم النسب وحكم الدار، وإن كان قد انتقل من لغة إلى لغة ومن دار إلى دار. نعم، لكن من ناحية الإيمان ومن ناحية السبق في الدين فإنه يتغير، كما أن السابقين من الفرس لما سبقوا إلى الإسلام صاروا من سادات المسلمين وصاروا من أئمة اللغة العربية، كما هو عند المحدثين والنسابين واللغويين من العجم.